وآخر المسجدات. السلام عليكم يا أبو الطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي أبو الطيب. أبو الطيب، ما آخر المسجدات لديكم في مدينة دير الزور سيدي؟ تفضل. نعم، لا تزال الحملة العسكرية من قوات النظام مستمرة على محافظة دير الزور لأكثر من يوم على التوالي. حلق طيران الميغ في سماء المدينة وتصدى له الجيش الحر بالمضادات الأرضية، ثم تجدد القصف اليومي بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام المتمركزة على الجبل على الأحياء المحررة في المدينة. تركز هذا القصف على حي المطار القديم وأجبيلة والحويقة والصناعة والغامات والرشدية، مما أدى لتضرر واحتراق عدة منازل من منازل المدنيين، وجرت اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات النظام في حيي الرصافة والرشدية في محاولة من جديد من قبل قوات النظام باقتحام هذين الحيين، وأن الجيش الحر كان لهم بالمرصاد وباءت هذه المحاولة بالفشل التصدي لهم وتم تكبيدهم خسائر في الأرواح. كما أثارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في حي الصناعة أيضا، وأقام الجيش الحر باستهداف مقرات لقوات النظام في حي الرصافة والصناعة القنابل والصواريخ المحلية الصنع، بالإضافة لاستهداف قوات النظام المتمركزة على الجبل بمدفع محل الصنع من العيار الثقيل، محققا إصابات مباشرة حيث شوهد الدخان المتصاعد من المناطق المستهدفة بعد استهدافها. أما ريف دير الزور في 24 ساعة الماضية فقد حلق طيران الميغ في سماء الريف الشرقي وتصدى له الجيش بالمضادات الأرضية وشن غارة جوية على مدينة بالقرب من الساحة الرئيسية أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص بالإضافة لعدد من الجرحى، كما شن غارة جوية أخرى على مدينة العشارة، وتعرضت مدينة الشحيل لقف بصاروخ الأرض من قبل قوات النظام المتمركزة في كتيبة الصواريخ المجاورة للمار العسكري، لم تسجل أي إصابات جراء هذا الصاروخ، وسجل سقوط عدة قذائف هاون ومدفعية من قبل قوات النظام على بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي، مما أدى لوقوع العديد من الجرحى من المدنيين. ما الوضع الإنساني عندكم أخي أبو الطيب؟ وضع الإنساني، أهم الاحتياجات، الغذاء متوفر، دواء متوفر، حدثني قليلا بثلاثين ثانية أو دقيقة عن هذا الشق لو تكرمت يا سيدي، تفضل يا أبو الطيب. ما سمعت السؤال. حدثني عن الشق الإنساني، تحتاجون دواء، تحتاجون غذاء، هناك حصار، ما هي أهم الاحتياجات للمواطنين في دير الزور لو تكرمت؟ نعم، يعاني الأهالي من نقص شديد بمادة الطحين وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية. يعني منذ فترة طفل عمره أقل من أسبوع وفاته المنية لعدم وجود جهاز تنفس أو منفسة كما يسمونها الأطباء في مشفى محسن الميداني بريف دير الزور الشرقي، اسم هذا الطفل عبد الحي عمر مصلح الدبوس. كذلك هناك معاناة كبيرة، قطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وأحيانا لأيام متتالية، وخاصة في ريف دير الزور الأوضاع المعيشية صعبة جدا، وذلك كونه محرر بشكل كامل ومزدحم بسكان اللاجئين من أحياء المدينة، الأحياء المستهدفة في المدينة ومن محافظات أخرى. يقوم النظام بمنع وصول المواد الغذائية للريف ويقوم بقطع الكهرباء لعدة أيام، ومن الطبيعي يتزامن قطع الكهرباء مع قطع المياه، فيضطر الأهالي اللجوء إلى سبل قديمة جدا لجلب الماء من نهر الفرات. شكرا جزيلا أبو الطيب النعيمي، كنت متحدثا إلينا من دير الزور، الله يفرجك.